بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا، ونواصل وإياكم في هذه السلسلة المباركة من سلسلة القيم الإسلامية. وحديثنا اليوم عن القراءة، أهمية القراءة وفضلها، ولماذا نقرأ، ونعرض كذلك صور ونماذج من حياة العلماء قديما وحديثا وتلذذهم بهذه القراءة، وكيف نربي أبناءنا على القراءة مع توجيهات مع قرب بداية العام الدراسي الجديد. وبداية نرحب بضيفنا في الاستوديو فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد، المشرف العام على مجموعة زاد. أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله. أهلا ومرحبا. حياكم الله. ونرحب كذلك بكم مشاهدين الكرام وبتواصلكم معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله، وعبر صفحات التواصل الاجتماعي، عبر السؤال التفاعلي الخاص لهذه الحلقة، والذي يقول: مع بداية العام الدراسي الجديد أكتب نصيحة لكل من الطالب، المعلم، ولي أمر الطالب. إذن بداية شيخ محمد نرحب بكم، وفي هذه الحلقة المهمة حقيقة من حلقات قيمنا، بداية نتناول أهمية القراءة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله القائل اقرأ باسم ربك الذي خلق. الحمد لله القائل خلق الإنسان علمه البيان. يولد الإنسان جاهلا كما قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ثم يسعى بفطرته إلى التعلم، ومنذ الطفولة يكتسب هذا الولد أشياء في المشي والكلام، ويحاكي الأصوات والحركات، ويقتبس المعلومات حتى يحصل ما يحصل. القراءة مفتاح العلم، بل مفتاح الخير، بل هي من أسباب السعادة، وأول نعمة من الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان في القرآن نعمة العلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وأقسم الله تعالى ببعض أدوات العلم، فقال: نون والقلم وما يسطرون. وما يسطرون للقراءة. من أعظم نعم الله علينا القراءة والكتابة والنطق والبيان. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، نطقا وكتابة، فهما وتفهيما. ابن القيم رحمه الله يقول: تأمل نعمة الله على الإنسان بالبيانين، البيان النطقي والبيان الخطي. طبعا البيان النطقي باللسان والبيان الخطي بالقلم. بالقلم. والله سبحانه وتعالى لما أنزل على عبده صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ، لو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله سبحانه وتعالى نبيه بالازدياد منه، لكنه ما علمه أن يدعوه بطلب زيادة في شيء إلا من العلم، فقال: وقل ربي زدني علما. سبحان الله. القراءة وسيلتنا للتعلم، القراءة وسيلتنا لزيادة العلم. القراءة قيمة عظيمة جدا من القيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. كان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا، إذا صلى الصبح. من فضل القراءة أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام فادى بعض أسرى بدر مقابل أن يعلموا بعض أصحابه. نعم. الكتابة. فكان الأسير المشرك الذي يريد فكاك نفسه يعلم بعض المسلمين القراءة والكتابة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة. والحديث رواه أحمد وحديث حسن. يعني
اليوم نقف أمام أرقام مزعجة جدا في الأمية الموجودة في عالمنا العربي. نعم. وحتى الذين دخلوا عالم المدارس والمكتبات، يعني 72% من خريجي الجامعات تخرجوا دون أن يقوموا باستعارة كتاب واحد من مكتبة الجامعة. طبعا الآن الناس يقولون القراءة تتم الآن بالجوالات، القراءة الآن تتم بالأجهزة الذكية، القراءة الآن تتم بالآيباد، القراءة الآن تتم بوسائل كثيرة. صحيح طبعا. والآن يعني الناس تقرأ أشياء كثيرة جدا، لكن يوجد نسبة أمية عالية، ويوجد أحيانا قراءة لأشياء كثيرة لا تنفع بل تضر. ولذلك لابد أن نخرج إلى مسألة لماذا نقرأ وماذا نقرأ كيف نقرأ، يعني لابد يكون عندنا قضية الهدف من وراء القراءة. نعم، أحسن الله إليكم. يعني سؤال جميل أن نبدأ به أيضا، لماذا نقرأ؟ يعني خصوصا مع الآن انتشار الأجهزة الذكية وانتشار العلم والصفحات المختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية المختلفة. نعم، لماذا نقرأ؟ أولا نقرأ لأجل الأجر والثواب، مثلا نقرأ القرآن الكريم، نقرأ الأحاديث النبوية، نقرأ أحكام الشريعة والدين. لماذا نقرأ؟ لنتعلم دين الله. لماذا نقرأ؟ لكي نعرف مراد الله من الآيات ومراد النبي صلى الله عليه وسلم من السنة والأحاديث. لماذا نقرأ؟ لنرفع الجهل عن أنفسنا. لماذا نقرأ؟ لنرتفع، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. لماذا نقرأ؟ لنحصل ميراث الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. لماذا نقرأ؟ نقرأ لننال الأجر بعد الموت. إذا مات الإنسان قطع عنه عمله إلا من ثلاثة، منها علم ينتفع به. لماذا نقرأ؟ لأن العالم والمتعلم شريكان في الأجر، والعلم طريق لدخول الجنة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما. القراءة طريق عظيم. يعني الآن العالم والمتعلم شريكان في الأجر. نعم. كيف يكون ذلك شيخنا؟ لأن من دل على خير فله مثل أجر فاعله. نعم. والآن العالم يعلم فله أجر، والمتعلم يتعلم فله أجر التعلم، ثم المتعلم يصبح معلما فيعلم غيره، سبحان وتتسلسل الله. الأجور. نعم. كذلك يعني لما نتأمل كيف أن القراءة سبب لدخول الجنة، سبب عظيم، لأنه قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نعم. هذا طريق مسهل، سبحان أيوة الله. هذه وسيلة عظيمة لالتماس العلم. كذلك الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير، والملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع. نعم. فهذه ميزات عظيمة. وأيضا القراءة وسيلة للتفقه، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. القراءة وسيلة لإفادة الناس، أنت تقرأ لتحصل ما تعلم به غيرك فتزداد أجرا. الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. العلم أحلى وأغلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمي. العلم أشرف مطلوب وطالبه لله، أكرم من يمشي على قدمي. إذن القراءة سبيلنا للتعلم، القراءة وسيلة لتحقيق مرضات الله سبحانه وتعالى، القراءة سبيلنا حتى لتنمية مهاراتنا اللغوية. 70% من المعلومات التي يتعلمها الإنسان ترد عن طريق القراءة. طيب في أشياء تأتي عن طريق السماع. نعم. في أشياء تأتي عن طريق الممارسة والخبرة. في أشياء تأتي عن طريق السؤال مثلا، لكن ما يكون عن طريق القراءة له يعني النصيب الأكبر. 70%. نعم. في أشياء تأتي عن طريق التأمل، الاستنتاج، تجربة، لكن بالقراءة أكثر. ولذلك نحن ينبغي أن نشغل أنفسنا بالقراءة الصحيحة، القراءة المنهجية، ليس لمجرد التسلية أو الضحك، يعني
لا لا، نحن نجالس كتبا فيها سير النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والصحابة والتابعين، يعني المجالسة والمسامرة والمؤانسة فيها نعم شيء عظيم، شيء عظيم وله لذة يعني خاصة. نعم، لنا جلساء ما نمل حديثهم، لنا جلساء ما نمل حديثهم، ألباء مأمونون غيبا ومشهدا، يفيدوننا منهم طرائف حكمة، ولا نتقي منهم لسانا ولا يدا. ما يحتاج أن تتخاف. كان عبد الله مبارك يكثر الجلوس في بيته، فقيل لو تجلس في البيت وحدك ولا تجلس معنا ما تستوحش؟ قال ما أصنع معكم، أنتم تغتابون الناس، أنا أجالس الصحابة والتابعين وأطالع أخبارهم وأنظر في سيرهم. وفي رواية كيف أستوحش وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه الصلاة والسلام. وقيل لأحد من يؤنسك؟ فضرب بيدي إلى كتبه قال هذه. فقال له من الناس؟ قال الذين فيها أخبارهم سيرهم. جميل. فإذا هذه سبحان الله يعني صورة عجيبة بين الآن من يتلذذ كان بالكتب وسير يعني الأنبياء والصحابة، ومن يتلذذ الآن بالتواصل، مواقع التواصل الاجتماعي وغيرهم من يعني هي إذا فيها خير طبعا حتى تكون جيدة، بس كثير من الأحيان تكون مضيعة للأوقات ومكسبة للآثام. مضيعة للأوقات ومكسبة للآثام، تستعمل في الشر. كتابي بحر لا يغيض عطاؤه، يفيض علي المال إن غاض مالية، كتابي دليل لي على خير غاية، فمن ثم إدلالي ومنه دلالية، إذا زغت عن قصد السبيل أقامني، وإن ضل ذهني ردني عن ضلالية، فهذا خليلي لا أزال خليله، وخير خلالي أن أديم خلالية. شوقي رحمه الله إيش كان يقول؟ أنا من بدل بالكتب الصحابة لم أجد لي وافيا إلا الكتابة، كلما أخلقته جددني، وكساني من حل الفضل ثيابة، صحبة لم أشكو منها ريبة، ووداد لم يكلفني عتابة. جميل ما شاء الله تبارك الله. طيب معنا أيضا هذه المشاركة الهاتفية من الأستاذ حمزة زبيدي، أهلا ومرحبا بكم أستاذ حمزة، وأنتم الأستاذ في قسم الدراسات التربية جامعة الملك عبد العزيز، أهلا ومرحبا بكم. الله يحييك أخي مصطفى، ومرحبا بضيفك الكريم الشيخ محمد، وأسعد الله مساءكم بكل خير. حياكم الله. أستاذ حمزة، ونحن نتحدث اليوم عن قيمة عظيمة، قيمة القراءة، كيف نربي أبناءنا على هذه القيمة العظيمة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما بعد، لا شك أن القراءة وقيمة القراءة من القيم المهمة جدا في صناعة المجتمعات المتحضرة والمجتمعات المتقدمة. نعم. أي مجتمعات لا تولي القراءة اهتماما فتلك هي مجتمعات متخلفة وستبقى في ذيل الأمم. وهذه الأمة الإسلامية والمجتمعات الإسلامية يعني هي أمة اقرأ كما يعني معلوم بذلك بالضرورة. هناك بعض أشير إلى بعض الوسائل العملية لتكوين عادة القراءة وحب القراءة وتحويلها إلى ثقافة، بل تحويلها إلى قيمة. نعم. القراءة ليست موضة يا أخي الكريم، القراءة ليست موضة يعني عصرية تذهب وتزول، لا، يجب أن تتحول القراءة إلى جزء من ثقافتنا اليومية. نعم. هناك بعض الخطوات التي يمكن نشير إليها. أولا، لا بد من وجود أبوين قارئين، بيت يقرأ وأسرة قارئة تخرج أطفالا وأبناء وبنات يقرؤون يحبون القراءة. أن يرى الابن وترى البنت الأب والأم يقرآن، يمسكون بالكتاب بدل أنهما مدمنون على مسك هذه الأجهزة وخاضعون أمامها يعكفون على هذه الأجهزة الإلكترونية، يرون هؤلاء الآباء وهؤلاء الأمهات ممسكون بالكتاب يقرؤون ومهتمون، وهي عادة بالنسبة لهم. لا يمكن أن نخرج ابنا قارئا أو بنتا قارئة من بيت جاهل أو بيت لا يقيم للقراءة أي قيمة. هذا رقم واحد. جميل. رقم اثنين، لابد من وجود مكتبة منزلية، مكتبة داخل المنزل، مكتبة صغيرة، مكتبة منوعة جذابة فيها كتب مناسبة لكل الأعمار، تحتوي مجلات، أيضا مجلات للأطفال، مجلات للشباب، مجلات تخاطب الفتاة، المرأة، الرجل، مجلات
أو كتب تحوي الغازاً ومثلها. نعم. هذه ستكون جاذبة للأبناء وللبنات أن يؤووا إلى هذه المكتبة وأن يروا الوالدين فيها يقرؤون في هذه المكتبة. أيضاً يعني تكوين مكتبة خاصة للطفل، يعني الطفل هذا الصغير والأكبر منه والأكبر وابنتي وابني، كل واحد يسعى لتكوين مكتبة خاصة لي. وما أجمل تلك الصورة التي تراها أن الابن يختم على بداية الصفحة الأولى من الكتاب في ركنه كذا ويقول مكتبة فلان ابن فلان أو مكتبة فلانة، أي أن هذا الكتاب خاص بي. جميل. أيضا من الجوانب الجميلة الإهداءات من الآباء والأمهات الكتب، بدل أن تتحول إهداءاتنا إلى أشياء مادية أن تكون إهداءاتنا كتب مناسبة لأطفالنا لأبنائنا وبناتنا. وما أجمل أن يصدر ذلك الإهداء في بداية الورقة الأولى بعبارة جميلة، يعني أذكر بعض الآباء كتب لابنته في الورقة الأولى من كتاب علمني آدم، كتب ابنتي فلانة أهدي لك هذا الكتاب لتعلمي أبيك آدم، تتعلمين من أبيك آدم مثلا. نعم. وهكذا إذا نهدي لأبنائنا، يعني يكون الكتاب أيضا هدية نقدمها لأبنائنا. كذلك القراءة للأبناء والبنات قبل النوم، الأم تقرأ لأولادها، الأب يقرأ لأولاده من كتب التاريخ، السير، التراجم، الأعلام، القصص النافعة، ويتم قراءتها قبل النوم لتترسخ وتتعمق في الذهن، ويحسن اختيار هذه الكتب التي يقرأ منها. وأيضا الإلقاء يكون إلقاء تفاعليا جاذبا. جميل. يندمج الطفل ويندمج الابن أو البنت في هذه القراءة، وبالتالي يتعلق أكثر في هذه القراءة والمادة هذه. مسابقات المنزلية في القراءة مثلا. نعم. الأب يعني يوزع على أبنائه مثلا، يقول لهم اختاروا الكتب ويساعدهم في الاختيار مثلا، ويقيم مسابقة لمن ينتهي من هذا الكتاب، يقوم بتلخيصه في ورقة واحدة أو أفكار رئيسية، يقدم عرض مثلا تقديمي بوربوينت حول ملخص ما قرأ. فهنا يا أخي نستطيع أن نغرس في أبنائنا قيمة القراءة، وأيضا قيمة محتوى ما هو داخل القراءة. قد مثلا نعطيهم بعض القصص ليقرؤوها، تغرس في نفوسهم حب الفضيلة وحب الخير وحب الحق، معرفة الجوانب الفاضلة وكذا. ثم أيضا نعودهم على أن يفكروا فيما يقرؤون ويقومون بتلخيصه، ثم أيضا يعرضون ونعودهم على الشجاعة الأدبية والإلقاء وإبراز ما عندهم. أيضا يا أخي يشيع جو إيجابي في الأسرة. جميل. حينما أطفالنا أبناؤنا يقرؤون ويقدمون ما يقرؤون كذلك. نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ حمزة زبيدي أستاذ الدراسات التربوية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة القيمة. إذا نعود لكم شيخنا محمد في هذا. أخ السائل يقول ماذا أبدأ الآن في القراءة، وتخصصي في الجامعة كان تخصص من العلوم الحياتية، فماذا أقرأ بداية؟ طبعا أول ما يقرأ المسلم كتاب الله. جميل. وأول ما يفهم معاني كتاب الله مطالب بأن يقرأ ما يجب عليه تعلمه من دينه في العبادات في المعاملات. في موضوع مهم جدا، العلم بالله، العلم بأسمائه، العلم بصفاته، العلم بأفعاله، ما يدل على عظمته، ما يقرب إليه، مهم جدا. هذه ترى القراءة هذه قضية تعبدية. شوف أنت لما تفتح الإنترنت تبحث في جوجل في موضوع القراءة، يقولون القراءة للتسلية والقراءة للمؤانسة والقراءة لتغيير الجو والقراءة. نعم. للاستمتاع. وبعض الغربيين يقول القراءة للقراءة. احنا ما عندنا ترى القراءة للقراءة، يعني القراءة لدخول الجنة، القراءة لمرضاة الله، القراءة للفائدة. لأنه لو كان فقط القراءة للقراءة خلاص واحد يقرأ مهبة وده بيقرأ أي شيء، خلاص القراءة للقراءة. نعم. لكن ما تكون القراءة موجهة، ما تكون القراءة هذه لهدف سامي، هنا القراءة تكتسب الأهمية وتكتسب الأجر والثواب. يعني فيها الآن صارت طاعة، ما هي مجرد قراءة للقراءة، يؤجر عليها. نعم. نعم. التفسير، التوحيد، الحديث، الفقه، كل ما كان وسيلة لفهم الكتاب والسنة، حتى القراءة في كتب اللغة. بعدين في علوم فرض على كل واحد، فرض عين يتعلمها، مثلا أحكام الطهارة، الصلاة، الوضوء، الصيام.
في أشياء فرض كفاية مثلا يتعلمها الواحد، في أشياء تتعلق بمصطلح الحديث، أصول الفقه إلى آخره، التبحر في الأدلة، كذلك في أشياء يحتاجها المسلم أن يتعلمها في تفصيل، مثل أحكام الوضوء، الغسل، التيمم، أركان الصلاة، الشروط، الواجبات، النواقض، المكروهات، المبطلات، أوقات الصلوات، ما يتعلق بستر العورة، الطهارة، الزكاة إذا واحد عنده أموال، الصيام، كلنا في رمضان نصوم، أحكام المعاملات، لأن أكثرنا يبيع ويشتري، إيش حكم البيع، الشراء، الإجارة، إيش أحكام الأطعمة، لأن كلنا نأكل، طيب إيش أحكام الأطعمة؟ مثلا تجينا أحيانا كسوف الشمس، خسوف القمر، كيف نصلي هالصلاة هذه؟ تمر بنا أشياء والله في السور، حتى السور القصيرة، الآن لو قلت لبعض الناس أنت ماذا تقرأ في الصلاة؟ يقول لك أقرأ قصار السور، قل والله أحد، قصار السور. نعم، قصار السور. طيب إيش يعني الصمد؟ خناس، غاسق، وقب، كثير لا يعرف هذه المعاني. أيوة، العقد، سجى، العاديات، ضبحة، لإيلافي، وهكذا. فتجد في أحيانا بعض الناس ما أعرف ما أعرف ما أعرف، ما تعرف هذه قصار السور ما تعرف. طيب والطوال؟ لا. ولذلك لما نقول خذوا مصحفا بهامشه تفسير مختصر، مثل تفسير الميسر، مختصر في التفسير. بعدين وين القراءة في أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة؟ وين القراءة في التوحيد؟ يعني إيش التوحيد هذا؟ معاني عظيمة. كذلك الشرك الخطير هذا له صور يعني شنيعة. نعم. طيب لما أنت نتوجه للقراءة في يعني كتب التفسير الميسر، في شروح الأحاديث مثل 40 نووي، رياض الصالحين، طيب في السيرة النبوية، رحيق المختوم، في الآداب والرقائق، يعني كيف ترقق أشياء، ترقق قلوبنا، أعمال القلوب، الإخلاص، الخوف، الرجاء، المحبة، التوكل، الحياء من الله، وهكذا. طيب كيف نقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسير الصحابة والتابعين، في بطولات، في أخلاق عالية، في سير عظيمة الواحد يقتدي بها بهم فيها؟ نقرأ عن واقعنا، طبعا نقرأ الأشياء المفيدة في تخصصاتنا، يعني نقرأ أشياء في الطب مثلا، تقرأ أشياء في الاقتصاد مثلا، يعني في أمور مهم المسلم يطلع عليها في واقعه، حتى أيضا يتنور، يعرف ماذا يحدث، كيف يتعامل مع الأشياء، كيف يكتسب المهارات، كيف يصير عنده قدرات، كيف يطور نفسه في اللغات مثلا، ممكن يتعلم يتعلم لغات أخرى، هذه تخدم في الدعوة مثلا إلى الله مثلا. وكل ما كان يعني كل ما يقرب إلى الله يسويه. نعم، أحسن الله إليك. نستأذنك ناخذ الاتصال، معنا بندر من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام على مستضيفكم المشاهدين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، الآن يعني في خضم الثورة المعلوماتية، كيف نحن يعني هناك عائق إننا نوصل معلومة حب القراءة للأبناء، لا سيما إنه الواحد لما يأخذ معلومة يدخل على الجهة المختصة في الموضوع ويطلع المعلومة ويكتفي بذلك ولا يقرأ. هذه مشكلة نعاني منها. كذلك نجد إنه أبناءنا يعني يجب أن يعني المدرسة تدعم حب القراءة. نجد إنه الطالب يعني لمجرد خروجه من المدرسة هو يعتبر إنه الكتاب هذا شيء ثقيل عليه. كيف نصحح هذه الأمور وكيف نجدد الأمور القديمة التي نحبب فيها الأطفال للقراءة؟ لأن الموضوع تغير كثير وإحنا تطورنا كثير في خضم هذه المعلومات وشبكات التواصل. لو يعني نصيحتكم إن شاء الله تسمع إن شاء الله إجابة وتوجيه من الشيخ. نشكرك أخي بندر. معنا أخي عمر من السعودية. عمر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا أخي؟ حياكم الله، تفضل. الشيء المطلوب بالنسبة
بالنسبة للقراءة احنا نريد العلاج، نريد علاج، ما نريد نهرج بدون ان يكون فيه يعني حديث مبعثر، نريد علاج العزوف عن القراءة. سيأتي إن شاء الله تباعا في الحلقة بإذن الله تعالى تسمع إن شاء الله في العلاج للعزوف عن القراءة. مشاهدينا الكرام، نستأذنكم في هذا الفاصل القصير ونواصل وإياكم بإذن الله. أنيق المنظر، طيب المخبر، مجالسته أنفع مجالسة، ومؤانسته أمتع مؤانسة. إنه الكتاب، من خلاله نجالس العلماء والصالحين. قيل لابن المبارك: ألا تجلس معنا؟ قال: ما أجلس إلا مع الصحابة والتابعين، يعني قراءة سيرهم. وقد كان العلماء مشغوفين بالكتب شراء وقراءة. قال ابن الجوزي: ما أشبع من مطالعة الكتب، وإذا رأيت كتابا لم أرى فكأني وقعت على كنز، ولو قلت إني طالعت 20,000 مجلد كان أكثر. وطالب العلم لا تخلو مكتبته من الكتب الأساسية في شتى العلوم، ففي التفسير مثلا تفسير السعدي وتفسير ابن كثير، وفي العقيدة كتاب التوحيد والطحاوية والواسطية مع بعض الشروح، وفي الحديث الكتب الستة مع أهم شروحها، وهكذا بقية العلوم. وقبل الشراء استشر أهل الخبرة ليدلوك على أهم الكتب وأفضل الطبعات، لا سيما ما حققه العلماء الثقات كالألباني وبكر أبي زيد. احرص على التنويع في شراء الكتب، ولا تقتصر على فن واحد أو فنين، واعتني بكتب النوازل الفقهية والعقدية، ولا تبخل بإعارة الكتاب، وحافظ عليه إن استعرته، ولا تستكثر ما تنفقه في شراء الكتب. وصدق من قال: تلك النفائس لو تباع بوزنها ذهبا لكان البائع المغبونا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم قيمنا، وما زلنا متواصلين في حلقة اليوم القراءة. نستقبل أيضا استقبال اتصالاتكم عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله تعالى. شيخنا، نبدأ بالإجابة على أسئلة الأخ بندر والأخ عمرو. يقول أخ بندر: كيف نحبب أبنائنا بالقراءة في ظل المعلوماتية وانتشار استخدام المواقع التواصل؟ طيب، أولا كما أشار أخي الأستاذ حمزة في موضوع أن يكون الأب القارئ والأم القارئة والأسرة القارئة، لأن التربية على القدوة مهمة جدا في التحبيب. ثانيا أن نغرس في نفوسهم نفع الكتب ونستخرج منها المعلومات، نقرأها أمامهم بصوت مرتفع، بالذات إذا هو شيء متعلق فيه ويريد معرفة جواب، نقول شوف جوابه موجود في الكتاب، شوف هذا. كذلك أن نجري لهم مسابقات، سواء مسابقات في القراءة أو مسابقات تكون جوائزها كتبا نافعة. أيضا الذهاب في الرحلات إلى معارض الكتاب وتوجيههم إلى الأشياء النافعة ليقتنوها ويشتروها. الآن ظهر في العالم التعليم بالتلعيب، الجيميفيكيشن. الجيميفيكيشن هذه يعني التي فيها استثارة رغبة الطفل في القراءة وتوجيهه إليها من خلال لعبة. نعم. في ثنايا اللعبة تكون في أشياء للقراءة، وفي مثلا جوائز أو مسابقة بطريقة يعني تستدرجه للقراءة، للقراءة وتحببه فيها. أيوة. نعم. الآن مثلا إعطاء الطفل مكعبات ملونة عليها حروف الهجائية أو لعبة السكرابل مثلا في إنشاء الكلمات، طيب تقديم المعلومات في صورة مثلا كان العلماء من زمان يكتبوا الأراجيز الأرجوزة، الآن بالأناشيد. طيب
الاهتمام بالألوان والصور مع الصغار. طيب الطفل إذا أحب المعلم أحب ما يخبره به، نعم. ولذلك لازم نختار المعلمين المحبوبين للطلاب كي من طريقهم يصير فيه غرس حب القراءة. جميل. كذلك وجود المكتبة في البيت موضوع مهم جدا. القصص، القصص لما نعطي الأولاد القصص هذه كثير يعني سيكون لها يعني وسيلة عظيمة في مسألة تحبيبهم في موضوع القراءة. موضوع يعني لعبة التخمين يطرح المدرسون على الطلاب أسئلة حول غلاف الكتاب، يعني إيش تتوقع غلاف الكتاب، إيش تتوقع محتوى الكتاب، إيش تتوقع تحت هذا العنوان. جميل. شوف هذه أسئلة تحبيبية ترغيبية تحفيزية موجهة، هذه يسموها لعبة التخمين، ويمارسها كثير من المدرسين في اليابان وكوريا وأوروبا كندا. كذلك سباق القراءة، سباق القراءة هذه لعبة ممتعة يقسم فيها المتعلمون إلى مجموعات أو الأولاد من 3 إلى 4 أفراد، ويعني يحدد مدة معينة ويعمل مسابقة من الذي ينتهي أولا. وكذلك لو قيل أيضا كتابة تقرير، كتابة تقرير يعني اكتب ملخصا، طيب ما هي أهم الفوائد التي خرجت بها من كذا، ملخص القصة مثلا، ملخص الكتاب، ملخص القصة مثلا. الكتابة مفتاح أيضا تكون يعني مفتاح للقراءة. في عندنا الآن يعني ظهرت في على يعني الشبكات الآن ظاهرة نوادي القراءة. نوادي القراءة حل يعني فعال وجميل جدا. مشكلة القراءة الآن إذا جينا نحلل السبب في العزوف عن القراءة، أن القراءة عند كثير من الأطفال والشباب في الجيل ما هي عملية ممتعة، ليست عملية لذيذة، إنها عملية شاقة ومملة. نعم. فلذلك لازم يكون الحل كيف نخلي القراءة يعني شيقة ممتعة شائقة جذابة، كيف يخصص وقت يعني من وقته يقتطع للقراءة. بالضبط. وكذلك يعني استثقال القراءة، هذا استثقال القراءة ممكن نعالجه بقضية القراءة الجماعية لما يروح روح الفريق. جميل. يعني أنه أنتوا لما قسمناهم إلى مجموعات وكل مجموعة مثلا 3 إلى 4 أشخاص عليهم إنجاز عمل معين يتسابقون فيه مع المجموعات الأخرى، بالإضافة إلى قضية نادي الكتاب، بالإضافة إلى قضية نوادي القراءة الآن، بحيث يكون في مجموعة الواتس في المجموعات الإلكترونية كتاب معين للقراءة ويعطى مدة معينة للقراءة، ثم يتم التباحث في أشياء معينة بطريقة معينة بحيث يصير في اشتراك من المجموع، ما يكون واحد يقرأ وحده لا، لكن لما يصير مجموعة يشتركون. وهكذا كان ترى طلبة العلم كيف كان المشايخ يحببون طلاب العلم لما يصير في حلقات واجب مشترك للجميع. جميل. أحسن الله إليكم. نستأذنك بهذا الاتصال. أحمد من السعودية، تفضل يا أحمد. السلام عليكم. أحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك، الله يجزيك خير يا رب، عنا يا رب. آمين يا رب. تفضل يا أحمد. حبيبي والله، بس وأنا يعني المشكلة حاليا لو إحنا وصفناها توصيف صحيح مع الزمن ومع اختلاف الزمن ومع اختلاف الوصول دلوقتي للقراءة، هنلاقي في مشكلة دلوقتي لازم نتفضلها حاليا، هي إن أصبح دلوقتي كل طفل أو كل شاب معاه كف إيديه، بقى صعوبة الوصول للكتاب إن أنا أفتح كتاب وأمسكه أو إن أنا أقرأه أو أنا أوصل لكتاب معين زي زمان، الأمر شوية بقى فيه صعوبة وبقى فيه عدم إمتاع للوصول للكتاب غير زمان. يعني زمان كان المعرفة شوية كان فيها صعوبة، لكن حاليا دلوقتي كل شخص معاه تاب، كل شخص معاه تليفون، يستطيع في أي وقت إن هو يوصل، إلى جانب مواقع التواصل الاجتماعي اللي بقت دلوقتي محوطانة من جميع الاتجاهات في طبعا.
طيب تسمع إن شاء الله إجابة يا أخي أحمد على هذه المسألة. أيضا معنا محمد من الإمارات. تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي سعالي، شو الأفضل توقيت يعني للقراءة، الصبح أو الظهر أو بالليل؟ طيب سؤال جميل، إن شاء الله تسمع الإجابة على هذا السؤال. نشكرك أخي محمد من الإمارات. إذا لابد أن يعني هناك يعني أكثر المتصلين هناك صعوبة، هناك معوقات في موضوع القراءة. يعني الأخ أحمد كيف يعود أبناءه مثلا بعد يعني ارتباطهم بالأجهزة الذكية إلى القراءة؟ من خلال الأجهزة الذكية ممكن المعالجة. لما تكلمنا على قضية نوادي القراءة، جميل، مجموعات القراءة، هذه أشياء الآن تتشكل في نوادي لجرد الكتب، يعني حتى الكتب الكبيرة، وفي شيء سباقات التحدي، هذه الآن منتشرة عند المراهقين. نعم. سباق التحدي، فبدل ما يكون أحيانا سباق التحدي في كلام فارغ مثل سكب الثلج على الجسد بدون قميص، يعني ومين يتحمل يعني الكلام الفاضي. نعم. التحدي من ينهي الكتاب، من يلخص الكتاب. ترى الأشخاص عادة ما يحب يجلس في المجلس أو في المجموعة الإلكترونية كالأطرش في الزفة، إذا ما شارك ما لن يستمتع. نعم. طيب كيف يشارك؟ لما يكون موضوع هو كتاب معين لازم يقرأه، هو سيجد نفسه مضطرا لذلك حتى. نعم. يشارك، حتى يشارك الآخرين، حتى لما يسمع يكون له نصيب، يكون له أو يبحث عن إجابات ليشارك بها من خلالها مثلاً موجودة في الكتاب، يكون له دور. كذلك لما تجعل جوائز في مجموعات للقراءة تفاعلية، يعني في مجموعات تقول خلاص اقرأوا كل واقرأوا الكتاب الفلاني يلا خلاص كل، لا، في مجموعات تفاعلية فيها مسألة مثلا إثارة، كل واحد مثلا يكتب إيش أهم شيء أو أكثر شيء عجبه في الكتاب. جميل. أكثر فائدة خرج بها من الكتاب. لما يكون الاجتماعات الدورية أو لقاءات في مجموعات القراءة دورية فيها مثل هذه الإثارات سيكون لها أثر كبير في الدفع. نعم. لقضية القراءة. فإذا الأعضاء، اختيار الأعضاء مهمين، المجموعات هذه مجموعة القراءة وأندية القراءة، واختيار الكتب التي يقرؤونها طبعا ضمن الضوابط الشرعية بالنسبة لنوادي القراءة. صحيح صحيح. طيب الأخ محمد من الإمارات سأل عن أفضل توقيت للقراءة. يعني طبعا العلماء كانوا يقرؤون مثلا، كانوا يقولون أن الوقت اللي قبل الفجر هذا وقت إذا واحد نام مبكرا. طبعا مشكلة. نعم. الآن نحن مع الكهرباء بنسهر متأخرين، فالوقت هذا أصلا غير قابل يعني عند كثير من قبيل الناس. نعم. مثلا أوقات اللي هي بعد النوم، يعني بعد ما يكون الجسم أخذ كفايته من الراحة، هذا يكون الاستيعاب أعلى ما يمكن. القراءة بعد القيام من النوم لما يكون الجسم قد ارتاح وأخذ ما يحتاجه كفايته، هذا من أحسن الأوقات للقراءة، لأن خلاص يكون الذهن صافي بعد راحة، ما يكون يعني في أماكن مشغلة أو ملهية، أماكن هادئة مثلا. طبعا الآن في نلاحظ أنه في شيء اسمه الكتب المسموعة. نعم. يعني إذا أنت تمل من القراءة في كتب مسجلة، خذ الكتاب واسمعه. نعم. يعني كحل آخر خذ. نعم. الكتاب واسمعه. نعم. لمن يقول يعني لمن ليس لديه وقت أن يسمعه أثناء قيادته للسيارة وغير ذلك. الأخت رحاب من السودان تسأل، متى يبدأ الطفل بالقراءة؟ أول هو إذا تعلم الحروف استطاع أن يقرأ. مشكلتنا الآن في قضية تعلم الحروف. الآن الأولاد مع وجود الكيبورد هذا لوحة المفاتيح، ما الإملاء ضعيف، الخط ضعيف، القراءة ضعيفة، وكثير أطفال ما يفرق بين الضاد والظاء، ما يفرق بين الحروف. يعني في مستويات خطيرة في موضوع يعني في قضية القدرات يعني قدرات في القراءة عند الأطفال، في تخلف كبير في الموضوع. كذلك يعني نحن الآن لما نضرب الأمثلة نقول والله فلان العالم الفلاني كم كان يقرأ
فلان الشيخ الفلان كم كان يقرأ، كيف كانوا يأكلون ويقرؤون أثناء الأكل يعني حتى. طيب الخطيب البغدادي قرأ صحيح البخاري في 3 مجالس من المغرب إلى الفجر، من المغرب إلى الفجر، والثالث من الضحى لطلوع الفجر، خلص. يقول الذهبي لا أعلم في زماننا أحدا يستطيعه. الفيروزبادي قرأ القاموس المحيط في 3 أيام بدمشق، والحافظ العراقي قرأ صحيح مسلم في 6 مجالس متوالية، ابن حجر قرأ صحيح البخاري في 10 مجالس كل مجلس 4 ساعات، قرأ سنن ماجه في 4 مجالس، قرأ صحيح مسلم في 4 مجالس، قرأ سنن النساء الكبرى في 10 مجالس، قرأ مسند أحمد في 53 مجلسا في 27,000 حديث. في عصرنا جمال الدين القاسمي رحمه الله قرأ صحيح مسلم في 40 يوم، سنن ماجه في 21 يوم، الموطأ في 19 يوم، تهذيب التهذيب في 10 أيام. الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله يقول أمضي يومي أكثره في الدار أقرأ، ومعدل قراءة 100 صفحة يوميا من سنة 1340 إلى سنة 1402، ما شاء 62 الله. سنة، احسبوا كم يوما فيها، اضربوها ب100، تعرفوا كم صفحة كنت أقرأ. طبعا النتيجة حتطلع 2,263,000 صفحة. ما شاء الله. الطنطاوي رحمه الله، علي الطنطاوي رحمه الله قرأ في 62 سنة 2,263,000 صفحة، وقال كنت كثيرا ما أقرأ أحيانا 200 و300 صفحة مع الاشتغال بالقضاء في دمشق والإشراف على مجالس التحكيم، مجالس الأوقاف والأيتام والمجلس الأعلى للكليات الشرعية وألقي الدروس وخطب الجمعة والكتابات اليومية في الصحف والمجلات والجرائد. شيء مذهل حقيقة، يعني هذه النماذج لازم تطلع للشباب. يعني شيخنا ليس هناك يعني حجة لمن يقول ليس لدي وقت والأشغال والدنيا والوقت اختلف والزمن اختلف. يعني شوف الآن مثلا أمازون، طيب نعم، يعني فكرة أمازون النوت هذا اللي طلعوه الكتاب الجهاز الكفي، نعم، اللي فيه الحبر الإلكتروني الهادئ المريح للعينين. طيب في أكثر من جهاز الآن عبارة عن كتاب، يعني كتاب إلكتروني تقرأ، ممكن تكتب تعليقات في هوامش إلى آخره، تعلم تسوي تضلل إلكترونية تأخذه معك أينما. أيوة طب خلاص إذا كان الجيل هذا جيل أجهزة فإن هناك شركات قد أتاحت وسهلت القراءة عبر الأجهزة. نعم أحسن الله إليك. معنا أيضا اتصال أبو أحمد من الكويت. معنا أبو أحمد. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخ. نعم تفضل. إن شاء الله. حياك. نشكر الشيخ على تقديمك ونشكر الشيخ على ما قدم في العشر من ذي الحجة، نسأل الله عز وجل أن ينجح في ميزان أعماله. حبيت أستفسر من الشيخ بارك الله فيك، أنا لدي طريقة في القراءة بما أني أقرأ كثير، يعني أني أجمع من كل فصل أو باب من الكتب التي أقرأها أجمع فيها فوائد أو أجمع فيها ما يسمى الكناشر كما يقال، إذا جمعت تقنش وإذا حفظت تفكر، ما دي مصحة هذه المقولة. ثم بعد ما انتهي من قراءة الكتاب أدون ما قرأته في مجلد صغير أو كتيب صغير وأسميه باسم الكتاب هذا. جزاك الله خير أبو أحمد على هذه المشاركة معنا. أيضا معنا أبو فيصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيء علىكم بخير، كلكم من العايدين وكل عام وانتم بخير. حياكم الله وانتم بخير. عندي ملاحظة في التعليم الآن وفي الأسابق، قبل 50 سنة كان الطفل يتعلم الخط العربي وتعلم الإملاء وتعلم كل شيء والحروف والتعبير وكل شيء. الآن والله أنه بكريوس عنده تقول سوي معروف ولا سطرين والله ما يخط ما يعرف. سبحان الله. طيب في عندك سؤال أخي أبو فيصل؟ ها؟ في سؤال عندك؟ لا بس أنا عندي ملاحظة مثلا الخط العربي والإملاء هذا اللي بدأنا الخط العربي والأستاذ اللي من أول يكررون التكرير الصفحات كم صفحة يكتب الطالب اليوم 10 مرات يكتب الصفحة عشان الخط العربي جدا. الآن اعتمدوا على الإلكترونيات، لو كل واحد سجل لي خط ولا معروف ولا شكوى ولا شيء ما أعرف. الله الله المستعان أبو فيصل، جزاك الله خير وبارك الله فيك. إذن أبو أحمد لا عنده طريقة يسأل
يعني هل تنصحون بها بالنسبة للطريقة التي ذكرها أبو أحمد؟ إيه نعم، لأن هذه الطريقة الحقيقة تجمع الكنوز. هو لما يكون عنده كناشة، ما نعم. يسمى بالكناشة، هذا دفتر الفوائد، كل يقرأ أو أعظم ما يمر عليه يضعه، يختار الاختيارات. وهذه عدد من العلماء فعل، يعني مثلا ابن الجوزي رحمه الله، صيد كتاب صيد الخاطر، كتاب عظيم. نعم. عبارة عن إيش؟ هو اسمه كذا، صيد الخاطر. كل ما خطر بباله خاطرة جميلة دونها، ما يفوت، يدون. قيد صيودك. جميل. لو تركت الغزال طالقا هرب. قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مثلا كان له كتاب، يعني كتاب طبع عبارة عن مختارات الشيخ وانتقاءات الشيخ وما كان يمر به من القواعد والفوائد، يضعها في كتاب، صار كتابا. فالطريقة هذه طريقة ممتازة. الآن يعني من الأشياء يعني الصاعدة أو الموجودة في العالم بيبروثيرابي، قضية القراءة، العلاج بالقراءة. يعني بعض الأطباء المعالجين النفسانيين عندهم مسألة يعني تسكين النفس بالقراءة، استخدام القراءة كعلاج نفسي للاضطرابات، بحيث أنه المقروء هذا يؤدي إلى هدوء النفس. ولن نجد أعظم من القرآن الكريم في هذا، ولو نعم. عرفوه والله ما تركوه في عياداتهم النفسية وغيره. نعم، أحسن الله إليك. الأخ أبو فيصل يسأل عن موضوع تعلمة الخط والخط العربي. مهم جدا، يعني مثل القاعدة البغدادية. نعم. طيب، قاعدة البغدادية نفيسة مجربة جيدة، يعني هذه لو سلك يعني مسلك تعليمها للأطفال، سيتعلمون بسرعة الحروف والحركات اللي على الحروف، وبالتالي سرعة قراءة الكلمات، هذه ستفيدهم كثيرا. جميلا. نأخذ جانب من مشاركات الإخوة والأخوات عبر صفحات التواصل الاجتماعي للسؤال التفاعلي لهذه الحلقة. فمؤيد يقول: هذه رسالة إلى الطالب، استعين بالله عز وجل واحرص على الأوقات الذهبية للقراءة وطلب العلم كالوقت بعد صلاة الفجر. أم طارق تقول: رسالة إلى المعلم، أنت القدوة لطلابك، فكن أنت مثال لحب القراءة والتعليم. أما سعاد فتقول: ولي أمر الطالب، تابع ثم تابع أمور أولادك في المدرسة. نكمل وإياكم شيخ محمد في موضوع القراءة، وهذه النماذج يعني العظيمة من السلف الصالح في حبهم للقراءة وتلذذهم بها. السلف حتى العلماء كان عندهم شيء عجيب وهو موضوع تكرير القراءة. المزني قرأ كتاب الرسالة للشافعي 50 سنة يكرر فيه، قال: ما أعلم أني نظرت فيه مرة إلا وأنا أستفيد منه. أبو بكر بن عطية قرأ البخاري 700 مرة. ابن التبان قرأ مدونة مالك ودرسها 1000 مرة. يعني هذا شيء عجيب، يعني هذول يعني، وترى بعضهم كان يقرأ وهو يمشي، الخطيب البغدادي كان يقرأ وهو يمشي، وكان جد شيخ الإسلام إذا دخل يتروش أمر بعض أهل بيته أن يقرأ ويرفع صوته، وحتى وهو يتروش يسمع ويستفيد. كيف كانوا يعني نفوسهم تسر بالعلم، كذا يعني تلذذوا بالعلم. يعني كيف كان حرصهم، حتى لما يمرض الواحد منهم كان عنده سلوته في المرض القراءة. يقول عبد الرحمن بن أبي حاتم: أبي كنت أقرأ عليه في جميع أحوالي، كان يقرأ أقرأ عليه، يأكل أقرأ عليه، يمشي أقرأ عليه، يدخل البيت في طلب شيء وأقرأ عليه. فإذا كان هذه قضية مهمة، أنهم كانوا يقرؤون حتى عند المعاصرين أيضا. أيوة، على جميع أحوالهم. بعدين إنفاق الأموال في تحصيل الكتب، يعني ما يعني معناها أنه كان عنده الكتاب نفيس جدا جدا. الشيخ محمد أمين مصري رحمه الله يعني يقول أهله يقولون: خرج لشراء بدلة للعيد. نعم. فرجع بكتاب، ما اشترى بدلة عيد، رجع بكتاب. هو خلاص الزهري رحمه الله كان إذا جلس وضع كتبه حوله،
قالت امرأته والله لهذه الكتب أشد علي من ثلاث ضرائر، من ثلاث ضرائر. سبحان الله. يعني كان النووي لما راح يزور واحد وكان ساكن في غرفة في المنارة، يقول أخذ وقتا حتى استطاع إنه يعني إنه يدخلني، لأنه كانت المكتب الغرفة مليانة كتب، حتى الكتاب يقول الباب يعني أزاح يزيح هذا ويزيح هذا ويزيح، حتى فتح لي مقدارا من الباب استطعت إني أدخل، ووسع لي مكان حتى أستطيع أجلس، ما أخذ مدة. حتى هذا النووي اللي عاش كم 46 سنة ملأ الدنيا علما، هذا لو عاش 80 سنة إيش كان؟ يعني كان الواحد يقول إذا غلبني النوم استندت إلى الكتاب لحظة. ما في عندهم قضية عندهم القضية هذه، ما ينام والكتاب على صدره، الكتاب موضوع على صدري على صدر الواحد منهم، وإذا سافر معه كتبه، وإذا نزل في المكان معه كتبه، وإذا يعني إيش يقول الواحد؟ يقول لو قلت إني طالعت 20,000 مجلد كان أكثر، وأنا بعد في الطلب، يقول ابن الجوزي، وأنا لسه أنا في الطلب، مو لسه ما صار بعد قبل أن أصير عالما كبيرا. نعم. إيش هذا؟ إيش؟ ولذلك أخبارهم في التلذذ بالقراءة مهم أن تنقل الأجيال التالية، لازم تنقل الأجيال التالية كيف كان سلفنا يتلذذون. ونحن الآن ممكن نجمع بين التقنية الحديثة والإمكانات الحديثة وبين تاريخنا الماضي، يعني هذا بصراحة يعني الآن شيء ممكن جدا نجمع بين الأصالة والمعاصرة، بين الأصالة والمعاصرة، والقضية ليست عسيرة، يعني بالعكس الحمد لله أننا يعني يعني والله الأمة هذه أمة معطاء، أمة معطاء. والآن إحنا كما أنت ذكرت الآن نحن قادمون على بداية عام دراسي. نعم. إيش من حفظ شيء من كتاب الله أجره، من قرأ كتابا بلغوا عني ولو آية، فيها الدلالة على الخير، فيها سلوك طريق العلم دخول الجنة، فيها صحبة، والله الكتاب صاحب، صاحب كتاب صاحب، يعني يونس الكتاب. كذلك يعني في أشياء تؤدي طبعا للتفوق الدراسي، ما في شك أنه التفوق الدراسي هذا عمدته. العلاقة بين الطالب والكتاب، بين الولد والكتاب، أنه كيف يعني تكون العلاقة حميمية، حميمية يعني. نعم. وعلى أي حال إذا صار المسألة فيها نية حسنة وتربية حسنة وسلوك السبيل الحسن، إن شاء الله ستكون نتائج حسنة بإذن الله. نعم، أحسن الله إليكم. يعني في دقيقة نوجه توجيهات للطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد. طبعا الآن نقول اختر صاحبك أن يكون من أهل الدين. نعم. وإذا أبوه يساعده، لو ما هو عارف يختار صاحب، أن يختار كيف يختار الصاحب الذي يجلس بجانبه، لأن هذا الجار بالجنب والصاحب بالجنب هذا له أثر كبير عليه. كذلك أنه كيف النية في الذهاب إلى المدرسة، ليش تذهب مثلا، ثم يعني كيف الإنسان يستفيد من المدرس ويصير فيه احترام لهذا المدرس. قضية مثلا الجد والاجتهاد والبعد عن المضيعات الأوقات الملهيات والعبث. شباب مثلا في الفصل يجتمعون أحيانا على مقطع مثلا فاجر، صور عارية، يتبادلون أشياء سيئة، كيف تخلي الأولاد عندهم يعني الحرص على الشيء المفيد النافع الذي يرضي الله سبحانه وتعالى؟ ودعاء الوالدين، دعاء الوالدين بصلاح الولد له أثر كبير جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح نياتنا وذرياتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا ويصلح أولادنا. نسأل الله عز وجل أن يجعلهم قرة عين لنا، ونسأله سبحانه أن يجعلنا وأولادنا من الصالحين، من الأبرار والأخيار، وأن يجنبنا مسالك الفجار، وأن يجنبنا عذاب النار، إنه سميع عليم غفار. آمين. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد، ونشكركم على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم. دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم. إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.